منطقة الصفا تشتهر بينابيع المياه التاريخية اللي عمرها يعني مئات السنين في المنطقة. في أكثر من عين ماء طبيعية مثل عين أم العبور، عين سرابيس، عين الحزار وبعض العيون الأخرى، وادي الصاخن الموجودين إحنا الآن أمامه. إحنا الآن يعني موجودين منطقة وادي الصاخنة. وادي الصاخنة يعني كانت المياه تجري فيه بشكل غزير، لكن بسبب يعني قلة الأمطار في هذا الموسم المياه خفت شوية. الآن مياه عين أم العبر تاريخيا معروفة يعني نسبة إلى كانت تردها الحلال والخرفان الصغيرة اللي تسمى العبور، عمرها تقريبا حسب ما بيحكون الآباء والأجداد أكثر مئات السنين، وشرب منها آلاف بل مئات الآلاف من الناس اللي كانوا يردوا المنطقة. قدرة الأردن بعيون مصوري عجون استهدفنا جزء كبير من الينابيع الموجودة بالمياه عجون، وتقريبا احنا على وشك نألف كتاب عن الينابيع الموجودة بكل محافظة عجلون بشكل عام ومنطقة الصفا بشكل خاص. ينابيع المياه هي يعني خلينا نقول نقطة جذب سياحي كبير بالمحافظة، وإحنا بنشوف دائما بشهر واحد واثنين وثلاثة برتاد مناطق الينابيع والشلالات أعداد كبيرة من الزوار والسياح، وخاصة منطقة وادي الصاخنة، وادي الزراعة أو وادي راجب، شلالات راجب. وإن شاء الله المبادرة يعني بطور إنها تعمل مبادرات وزيارات لكافة ينابيع المياه، وخاصة بالقرى خيط اللبن، حلاوة، شلال الرشراش، ومنطقة الصفا براجب، عرجان، كل المناطق اللي فيها عين جنة، كل المناطق اللي فيها ينابيع مياه. احنا يعني مع اخواننا مديريه سياحه عجلون اوجدنا مسار الصفا السياحي، منطقه جميله جدا، والان انا يعني بنصحهم يزوروا المنطقه بشهر واحد بشهر اثنين، لانه منطقه فعلا بتكون مليئه بالينابيع وبشلالات المياه وبالربيع وبكل يعني ما يسر الناظر. فاهلا وسهلا بالجميع بمحافظتنا بجميله الجميلات عجلون.